اهلا بيكم في حل امتحان فيزياء دبلوم صناعي لعام 2020. ده شكل الامتحان. الدور الاول، الامتحان عبارة عن 5 اسئلة، المطلوب تحل 4 اسئلة بس. زمن الامتحان ساعتين. هنبتدي نحل الامتحان سؤال سؤال. اجابة السؤال الاول الف، اكتب المفهوم العلمي الدال على العبارات الاتية، يعني هيدينا التعريف ويقولنا ده تعريف ايه. رقم 1، مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، ده تعريف المقاومة النوعية. رقم 2، كمية الكهربية كيو التي تمر عبر مقطع من الموصل في زمن قدره 1 ثانية، ده تعريف شدة التيار الكهربي. رقم 3، عدد خطوط الفيض التي تمر عموديا على وحدة المساحات المحيطة بنقطة ما، ده تعريف كثافة الفيض المغناطيسي. رقم 4، أشعة كهرومغناطيسية غير مرئية طولها الموجي قصير وتقع بين الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما، ده تعريف الأشعة السينية. إجابة السؤال الأول ب، احسب شدة المجال الكهربي عند نقطة، يبقى عايز الـ E تبعد 50 سنتيمتر، يبقى المسافة دي بتساوي 50 ونحول السنتيمتر المتر نضرب في 10^2، يبقى 50 × 10^2 متر، عن شحنة كهربية موجبة مقدارها 4 μC، يبقى كيو هتساوي 4، المايكرو هنضرب في 10^6، يبقى كيو هتساوي 4 × 10^6 كولوم، علما بأن الكي ثابت كولوم بيساوي 9 × 10^9 نيوتن في متر تربيع لكل كولوم تربيع. هنكتب قانون شدة المجال الكهربي، الاي بتساوي كي في كيو عندي تربيع، الكي عندنا والكيو عندنا والدي عندنا، هنعوض تعويض مباشر، فهتساوي الكي ب9 × 10^9 في الكيو ب4 × 10^6 على الدي تربيع ب50 × 10^2 تربيع. هنعملها بالآلة وهتطلع بتساوي 144,000 نيوتن لكل كولوم، يبقى شدة المجال الكهربي E بتساوي 144,000 نيوتن لكل كولوم. إجابة السؤال الثاني ألف، تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. رقم 1، عند زيادة طول سلك موصل للضعف فإن التوصيلية الكهربية لمادة هذا السلك تزيد لضعف قيمتها، تقل لنصف قيمتها، لا تتغير. التوصيلية الكهربية مش بتتوقف على طول الموصل، فالإجابة لا تتغير. رقم 2، سلكان مستقيمان متوازيان اتجاه التيار في الأول في نفس اتجاه التيار في الثاني، فتكون محصلة كثافتي الفيض كبيرة خارج السلكين، صغيرة خارج السلكين، مقدارها بين السلكين يساوي مقدارها خارج السلكين. الإجابة كبيرة خارج السلكين. رقم 3، عندما تسير حزمة ضوئية من أشعة الليزر لمسافات طويلة فإن قطر هذه الحزمة يزداد، يقل، يظل ثابت. الإجابة يظل ثابت. رقم 4، إذا كان فرق الجهد بين طرفي سلك يساوي 2 فولت، فإن الشغل اللازم لنقل شحنة كهربية مقدارها 6 كولوم بين طرفي السلك يساوي نقط جول 3 ولا 8 ولا 12. احنا عندنا قانون الـ V بتساوي الـ W على الـ Q، احنا عايزين الـ W اللي هو الشغل، فهتساوي الـ V في الـ Q. الـ V عندنا بـ 2 فولت، في الـ Q عندنا بـ 6، 2 في 6 بـ 12 جول، يبقى الإجابة 12 جول. إجابة السؤال الثاني ب، استنتج العلاقة المستخدمة لحساب مقاومة سلك الموصل. العوامل اللي بتوقف عليها مقاومة سلك الموصل، أول حاجة طول الموصل L، الـ R تتناسب طرديا مع الـ L، تاني حاجة مساحة مقطع الموصل A، الـ R تتناسب عكسيا مع الـ A. من العلاقتين نقدر نقول إن المقاومة R تتناسب مع L على A. هنشيل علامة التناسب ونحط المقاومة النوعية، يبقى R بتساوي روف L على A. إجابة السؤال الثالث ألف، أذكر 4 مميزات فقط يتميز بها الترانزستور على الصمام الثلاثي. من مميزات الترانزستور، أول حاجة صغر حجمه وقلة وزنه. رقم 2، عمره أطول من الصمامات. رقم 3، لا يتلف بالاهتزازات الميكانيكية. 4، لا يحتاج إلى وقت تسخين. 5، يحتاج إلى قدرة صغيرة. إجابة السؤال الثالث ب، أولا مما يتكون المكثف الكهربي وما هي أنواع المكثفات؟ يبقى أول حاجة، فأولا تركيب المكثف. المكثف بيتركب من موصلين معزولين كهربيا وبينهما مادة عزلة. وما هي أنواع المكثفات؟ أنواع المكثفات نوعين، عندنا مكثفات ثابتة ومكثفات متغيرة. الجزء الثاني من السؤال، ثانيا وصل 3 مقاومات قيمتها 2 و4 و8 أوم على التوالي، يبقى الـ R1 بـ 2 أوم، R2 بـ 4 أوم،
R3 ب 8 اوم متوصلين على التوالي بمصدر كهربي قوته الدفع الكهربية 56 فولت، يبقى الفي بتساوي 56 فولت ومقاومته الداخلية مهملة يعني بصفر. احسب كل من رقم 1 المقاومة المكافئة لهذه المقاومات، عايز الـ R total، 2 شدة التيار المار في الدائرة، عايز الـ I total. المقاومات متوصلة على التوالي، فهنكتب قانون المقاومات على التوالي. الـ R total بتساوي R1 زائد R2 زائد R3، فهتساوي R1 ب2 زائد R2 ب4 زائد R3 ب8، فهتساوي 14 اوم. يبقى الـ R total هتساوي 14 اوم. بعد كده عايزين الـ I total، الـ I بتساوي V على الـ R total، فهتساوي الـ V عندنا ب 56 على الـ R total لسه جايبينها ب 14، فهتساوي 4 أمبير. يبقى الـ I total هتساوي 4 أمبير. إجابة السؤال الرابع ألف، علل لما يأتي. 1 تزداد درجة توصيل بلورة السيليكون النقية إذا أضيف إليها ذرات عنصر ثلاثي التكافؤ مثل الجاليوم، ده بسبب وجود حاملات الشحنة الموجبة وهي الفجوات. رقم 2 عند زيادة طول ملف لولبي يمر به تيار كهربي، فإن كثافة الفيض المغناطيسي تقل عند محور الملف، طبعا لأن كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب عكسيا مع طول الملف، بحيث لو طول الملف زاد كثافة الفيض تقل. رقم 3 يتم وضع مقاومة متغيرة ريوستات في الدوائر الكهربية للتحكم في شدة التيار الكهربي. رقم 4 تستخدم الأشعة السينية أشعة X في دراسة التركيب البلوري للمواد، لأن من خصائص الأشعة السينية قابليتها للحيود. إجابة السؤال الرابع ب، قارن بين بوابة التوافق AND ودائرة XOR من حيث الخرج الناتج من كل منهما. فهنعمل مقارنة بين AND و XOR، وعندنا دخلين، الدخل الأول والتاني، وهو عايز الخرج. إذا كانت قيمة كل من المدخلين في كل منهما بيساوي 1، يعني بوابة AND الدخل الأول بواحد والدخل التاني بواحد، بوابة XOR الدخل الأولاني بواحد والدخل التاني بواحد، عايز يعرف الخرج في الحالتين. بوابة AND بتدي خرج 1 لما يكون الدخلين بيساوي 1، طبعا عندنا الدخلين بيساوي 1 يبقى خرج AND هيساوي 1. بوابة XOR لما يكون الدخلين مختلفين هيدينا خرج 1، لما يكونوا متشابهين هيكون الخرج 0، طبعا دول متشابهين فالخرج هيبقى بصفر. إجابة السؤال الخامس ألف، في الشكل الموجود أمامك وصلة ثنائية وعمود كهربي، انقل هذا الأشكال إلى ورقة إجابتك وقم بتوصيلها معا في دائرة كهربية مرتان، مرة يكون الجهد الحاجز كبير ومرة أخرى يكون فيها الجهد الحاجز صغير. طبعا كده هو بيتكلم عن التوصيل الأمامي والعكسي للموحد أو ثنائي الوصلة. أول طريقة طريقة التوصيل الأمامي، فيها هنوصل شبه الموصل من النوع B بالطرف الموجب للبطارية وشبه الموصل من نوع N بالطرف السالب للبطارية، فهيحدث تنافر بينهما فهتعبر الإلكترونات المنطقة الحاجزة وهيمر تيار. في طريقة التوصيل العكسي هنوصل فيها شبه الموصل من نوع B بالطرف السالب للبطارية وشبه الموصل من نوع N بالطرف الموجب للبطارية، فهيحدث بينهم تجاذب فهيزيد الحاجز ومش هيمر تيار. إجابة السؤال الخامس ب، أولا ما هي الفكرة الأساسية لتصنيع الدوائر المتكاملة وما المقصود بكل من دائرة التكامل الصغير ودائرة التكامل الفائق؟ أول نقطة، في أولا الفكرة الأساسية لتصنيع الدوائر المتكاملة، فيها بنجمع كل المكونات المطلوبة فوق شريحة جاهزة من السيليكون بتحدد عليها أماكن المكونات من غير ما نوصلها ومنفصلة حسب وظيفة كل دائرة. الجزء الثاني من السؤال، ما المقصود بكل من دائرة التكامل الصغير؟ دائرة التكامل الصغير هي الدائرة المتكاملة التي فيها تحتوي الشريحة على 100 ترانزستور. تاني حاجة، دائرة التكامل الفائق هي الدائرة المتكاملة التي فيها تحتوي الشريحة على ما يزيد عن 100,000 ترانزستور. الجزء الثاني من السؤال، ثانيا احسب الطاقة الكهربية المختزنة في مكثف، عايز الـ E سعته 16 مايكرو فراد، يبقى الـ C بتساوي 16 في 10 أس سالب 6 فراد عشان مايكرو، وفرق الجهد بين لوحي 100 فولت، يبقى الـ V بتساوي 100 فولت. احنا بقى عايزين الطاقة الكهربية E، الطاقة الكهربية E بتساوي نص C V تربيع، هنعوض تعويض مباشر، فهتساوي نص في الـ C ب 16 مايكرو يبقى 16 في 10 أس سالب 6 في الـ V تربيع، الـ V ب 100 يبقى 100 تربيع، هتساوي 80 في 10 أس سالب 3 جول. يبقى الطاقة الكهربية المختزنة في المكثف E بتساوي 80 في 10 أس سالب 3 جول. وبكده أكون خلصت حل امتحان الفيزياء لعام 2020، أتمنى تكونوا استفدتوا.